حد فاكر الامتحانات بتاعت واحنا عيال صغيرين؟ والله كنت تحس ان كلها نميمه. يعني يقول لك سؤال الرياضه، يقول لك حسام معاه 300 جنيه، احمد استلف احمد استلف منه 120 جنيه، بعد مضي 4 ايام احمد رجع له 60 75 قرش، كم تبقى مع حسام؟ يا عم وانا مال امي؟ هم اتنين صحاب بيسلفوا بعض، انا ما يا اخي احمد ذات نفسه مش عارف اداله كام وما ادالوش كام. ده ايه ده؟ لا والسؤال، والسؤال اللي بعديه بقى يحرق. يعني مثلا تعالى هوبا نط على الجغرافيا، فتلاقي يقول لك مثلا تمتاز امريكا الجنوبيه برياح شماليه شرقيه، علل. يا عم انا خلقت ربنا، خلقت هو ربنا رايد لها الرياح تيجي انت بردان البس كلسون يا عم ما تعرفناش، ده انت غريب جدا. ويا سلام بقى يوم النتيجه يا جماعه، اليوم ده بيبقى اليوم العالمي للخناقات والشتيمه وقله الادب وقله القيمه وحاجه. ليه؟ بتروح مثلا لو انت في كليه او في ثانويه عامه مثلا وسط جيرانك او حاجه، بتدخل بالظبط الشارع، او لو انت داخل على الجامعه بتشوف نتيجتك، فبتلاقي يعني والله العظيم ثلاثه انا المنظر ده شفته، انا داخل كده لقيت لك واحد صاحبي واقف واوعى واحنا بتوع ربنا واحنا بتوع ربنا واحنا بتوع والله، والناحيه الثانيه بنت واقفه قدام الكشف عامل كده. فانا دي صاحبتي وده صاحبي، فانا قمت جاري على البيت صاحبتي قومتها سندتها، مالك هدير في ايه؟ انا ابويا هيبهدلني، ابويا هيبهدلني. اقول لها طب صلي على النبي، اهدي اهدي والله العظيم كل حاجه هتعدي هتعدي، في سمر كورس هنعوض، وممكن تقولي لابوك ان انت طلعتي صافي يا ست. يا مينا يا مينا سمر كورس ايه؟ انا جايبه سته جيد جدا واحده امتياز. معلش الاغمى عليكي من شويه ده كان ايه؟ تقول لي اقسم بالله في مادتين المفروض اجيب فيهم امتياز مش جاد جدا. فانا طلعت لها الصوت اليوم ده، ما علينا. وقمت جاري بقى قعدت ارقص مع الواد، فبقول له الواد عملت، قال لي سامع مقبول واحنا بتوع ربنا واحنا بتوع ربنا واحنا بتوع ربنا، والله العظيم.